الحب لازم يكون كده وكده، يعني زلزال. احكي لي بقى على حبك الاول. بحبك وهربت منك. ابدا ما حبيته وقت التقيت فيه. لا، لو كانت بدايه الحب واقعه، حسيت قلبي رح يوقف، حسيت نشف ريقي. طيب يعني نهايته هتبقى ايه؟ لما تركتني وانتقلوا على غير مكان حسيت انك حتموت. اكيد. كلام في الحب، الاثنين، 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق.